تستنغل بشرى الليال شوقا إلى رحب الوصال والروح تسري بالخيال والوعد يحلو مع الرسول والوعد يحلو مع الرسول بيض المكارم والخصال زانت بأوصاف الجمال ومع الرسول بخير حال نور البصائر والعقول نور البصائر سبحان والعقول سبحان ربي ذا الجلال إذ زان بالخلق الفعال والشوق في القلب سجال بين الحنايا لا يزول بين الحنايا لا يزول تزدان بالبشرى الليال شوقا إلى رحب الوصال والروح تسري بالخيال والوعد يحلو مع الرسول والوعد يحلو مع الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قد طال شوقي للنبي محمد فمتى إلى ذاك المقام وصول أترى أمرغ وجنتي في تربه وألوذ من فرح به وأقول هذا النبي الهاشمي المصطفى هذا له كل القلوب تميل. أسعدكم الله إخوتي الأكارم في كل مكان، رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور بلال، أكرمكم الله. سيدي، نتحدث اليوم عن ومضة من سيرته العطرة وعن هجرته صلى الله عليه وسلم، هجرته إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم التي نورت به. سيدي، لو بدأنا بالهجرة، الهجرة في الأصل من مكة إلى المدينة، يعني مغادرة مكان إلى مكان، مفهوم الهجرة بشكل عام مفهوم نبوي؟ لابد من مقدمة أبعد من ذلك. لا. الله عز وجل الذات الكاملة واجب الوجود جل جلاله، ما سواه ممكن الوجود. لا. معنى ممكن أن يكون أو أن لا يكون. صحيح. أو إذا كان على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون. ألم يكن من الممكن في أصل وجود الأرض أن يجمع المؤمنين في مكان واحد؟ لا. لو مكة كلها مؤمنون ما في هجرة، لا داعي للهجرة، ما في داعي. لحكمة بالغة بالغة ولعلم الله بما سيكون من تقصير، فجعل في مكة من يناوئ النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضه فإنقاذا لدينه، يعني المكان الذي يحول بينك وبين أن تعبد الله فيه ينبغي أن تغادره لأنه علة وجودك. إنسان أرسل ابنه إلى باريس لينال الدكتوراه من السوربون، لم يقبل في هذه الجامعة، لا معنى لبقائه في باريس، فليعد يغادر. فنحن علة وجودنا العبادة، فإذا حال مكان ما في ظرف ما من جهة ما بيني وبين علة وجودي لا معنى بوجودي في هذا المكان، أن وجودي مهم جدا، موجودي أن أعبد الله، فلا بد من مغادرته. هذا في الأساس تشريع الهجرة. كان ممكن تكون مكة كلها مؤمنين ما هاجر، يأتي بعد حين يعني قادة أقوياء جدا، ظروف صعبة، ظروف صعبة جدا تقتضي أن يهاجر، تقتضي. فالنبي الله أوجد مكان في مناوئين للدين، في أقوياء يتمتعون بعبادة الأصنام، صراع بين الحق والباطل، فهذا الصراع علة وجودنا. كان ممكن الله يجعل كوكب كله في مؤمنين وكوكب آخر كله كفار، ما عاد في مشكلة إطلاقا، بس ألغي الامتحان، ألغي الابتلاء. لماذا الله عز وجل أوجدنا مع الآخر في وقت واحد في مكان واحد؟ إنه الإنسان لا يرقى إلا بالجهاد، بالبذل والتضحية، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أبداً، الابتلاء علة وجودنا، غاية وجودنا. فالنبي هاجر وهجرته منهج لكل مسلم. نعم. يعني عفواً، إذا منعت أن تصلي في بيتك
تهاجر ببيتك، أن تحجب ابنتك ومنع كلي كما صار في الأندلس، شيء لا يصدق. ساعتئذ الهجرة واجبة. ألم تكن أرض الله واسعة؟ أبداً، فتهاجروا فيها. ففي تخطيط إلهي دقيق جداً، وخلق الإنسان مكلف، والمكلف يتكلف أو لا يتكلف، مخير، والاختيار علة وجودنا في الدنيا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان يرقى بالاختيار. لو فرضنا طريق على عرض كتفي الإنسان وهو يمشي به، نقول خذ اليمين، أي يمين؟ ما في يمين، التغى الأمر والنهي كليا. لو في تسير كامل في أمر ونهي. أما الإنسان مخير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لأنك مخير عملك مثمن، الاختيار يثمن العمل. والإنسان مخلوق أول سيدي، هو قبل حمل الأمانة في عالم الأزل، فلما قبل حمل الأمانة أعطاه الاختيار. الاختيار يثمن عمله، أعطاه الشهوة قوة دافعة. بس هي قوة دافعة ممكن أن تكون في شيء لا يرضي الله، يعني شهوة معينة 180 درجة، مسموح 120، الزنا محرم بس في زواج بيقابله، السرقة محرمة بس في كسب مال مشروع، تجارة، التفوق يعني في أشياء تؤذي العباد بس في تفوق محمود، أن تكون عالم كبير مثلا، تاجر كبير، محسن كبير. فما من شهوة أوضعت في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. حرمان ما في قطعا، يعني صفيحة البنزين تمثل الشهوة، سائل متفجر. إذا وضع في المستودع المحكم وسال هذا البنزين في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب والمكان المناسب، ولد حركة نافعة أقلته إلى، نحن بالأردن، إلى العقبة، إلى العقبة، نزهة جميلة، نزهة جميلة. الصفيحة نفسها إن صبت على السيارة أحرقت المركبة ومن فيها. فالشهوة قوة دافعة أو قوة مدمرة. نعم. هنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هجرته. نعم. وكما تفضلتم مفهوم الهجرة في العمق، أن الله تعالى جعل الحق والباطل في مكان واحد، يتم الصراع ويهجر الإنسان المكان الذي لا يستطيع أن يقيم فيه دينه. بدأ بترتيبات الهجرة قبله. نعم. احنا في عنا رحلة المقدس والهجرة. في رحلة المقدس في الإسراء ألغيت الأسباب كلياً، على البراق، كن فيكون. نعم. كن فيكون. أبداً. الله أعطاك رحلتين، رحلة الإسراء إلغاء الأسباب، بيان قدرة الله عز وجل، عظمة الله عز وجل، وأعطاك الهجرة يستنبط منها أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. قد يقول أحدهم الغرب أخذ بالأسباب، أنا أقول أخذ بالأسباب أخذا مذهلا واعتمد عليها وألاها، نسي الخالق، وقع في الشرك. المسلمون لم يأخذوا بها أصلا، وقعوا في المعصية. ما البطولة؟ أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. جميل جدا. نعم. هو الجمع بينهما يحتاج إلى حنكة. نعم. وإلى قوة. نعم. سيدي، ومن فقه المسلمين أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يؤرخ للمسلمين جعل الهجرة. نعم. مبدأ، لأنها رحلة. نعم. الأسباب، يعني عفوا، السنن الكونية. لماذا صنعت السيارة؟ كي تسير. والمكباح في إيديولوجيا يتناقض مع علة صنع السيارة. نعم. يوقفها بس ضمان لسلامتها. نعم. نعم. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم أخذ بالأسباب في الهجرة، يعني لو عددنا بعض، جهز راحلتين، استأجر خبير. نعم. في الطريق عبد الله بن أريقيط، حدد موعد اللقاء بعد 3 أيام ولم يكن مسلما، لم يكن يمكن مسلمة. أن تأخذ خبرة من الآخر ممكن ما دام خارج الدين. نعم. نعم. حدد موعد اللقاء بعد 3 أيام حتى يهدأ الطلب عليه،
جعل من يأتي بالطعام عائشة وأسماء رضي الله عنهما، علي في فراشه، غير الطريق، أخذ طريق آخر، يعني أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. ظهر هذا التوكل سيدي لما وصلوا إليه في الغار، أراد الله أن يصلوا إليه. قال أبو بكر لقد رأونا، فقال ما ظنك باثنين؟ الله ثالث، الله ثالثهما. ومما يلفت النظر في الهجرة أن قريشا جعلت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، فتبعه سراقة. كيف نفسر موقف سراقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة؟ يعني واحد مهدور دمه، 100 ناقة، يعني 100 ناقة يعني مرسيدس، سيارات حديثة، أحدث شيء، لمن يأتي به حيا أو ميتا، واحد خائف إن صح التعبير، مطارد، مهدور دمه، مطارد، أكبر جائزة تتصور لمن يأتي به حيا أو ميتا، يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ شيء لا يصدق، أنا سأصل وسأنشئ دولة وسأنشئ جيش وسأحارب أكبر دولة وقتها، دولة فارس، وسأنتصر وسوف تأتي الغنائم إلى هنا، ولك منها يا سراقة سوار كسرى. لما جاءت الغنائم وقف صحابي مع رمحه 2.5 متر ومترين ونص لم يتراءى الرمحان من حجم الغنائم، حجم الغنائم. أين سراقة؟ جاء سراقة أعطاه سوار كسرى ملك الفرس، البخن بخن أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ما في كم ولا في سلاح، بس في إن تنصروا الله ينصركم، في كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالكرة بملعبنا دائما، والبطولة أن نصطلح مع الله وأن ننتصر له كي نستحق نصره. النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا في طريق الهجرة، لكن كان معدا للعدة التي يعني يستطيع. هو التفاؤل من صفات المؤمن. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وقبلا طاب بكلمات شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء، إلا أن أشكر له ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزدان بالبشرى الليال شوقا إلى رحب الوصال، والروح تسري بالخيال، والوعد يحلو مع الرسول، والوعد يحلو مع الرسول. بيض المكارم والخصال زانت بأوصاف الجمال، ومع الرسول بخير حال، نور البصائر والعقول، نور البصائر سبحان والعقول. سبحان ربي ذا الجلال، اتسنى بالخلق الفعال، والشوق في القلب سجال، بين الحنايا لا يزول، بين الحنايا لا يزول. أزدان بالبشرى الليال شوقا إلى رحب الوصال، والروح تسري بالخيال، والوعد يحلو مع الرسول، والوعد يحلو مع الرسول.